ينضم إلينا من الرياض الدكتور جلال رحيم، الباحث في الشؤون الأسيوية والأمريكية. مرحبا بك دكتور رحيم معنا في هذا النقاش. هل تعتقد أنه سيكون هناك انتقال لقيادة العالم في العقد المقبل؟ يعني كثيرون يتحدثون عن أنه 10 سنوات القادمة هي 10 سنوات خطرة أو خطيرة سيشهدها العالم، هل سيحدث فيها انتقال لقيادة العالم؟ وإذا ما حدث هل سيكون انتقالا سلسا؟ نعم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لهذا السؤال يعني يتطلب وضع هذا السؤال في سياقه الجيوسياسي والجيوستراتيجي. من ناحية التنافس الاستراتيجي الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو حرب باردة بأتم معنى الكلمة، لكنها تختلف عن الحرب الباردة القديمة بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي في الماضي. تختلف لأن الآن في الماضي في يعني تيلة من 45 من 47 بالضبط بالتحديد إلى سنة 89 كانت الحرب الباردة بين ايديولوجيات، بين الايديولوجيا الشيوعية والايديولوجيا الرأسمالية الغربية المبنية على ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية المبادئ الديمقراطية. الآن نشهد العالم يشهد حرب باردة جديدة لا تلعب فيها الايديولوجيا الدور الكبير. المصالح الاقتصادية، المصالح والحسابات العسكرية والاستراتيجية هي التي تلعب هذا الدور الأكيد والدور الأساسي في هذا الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نرى يعني عدة جوانب لهذا الصراع. يعني دائما نعود ونضطر للعودة إلى المقارنة بين الحرب الباردة السابقة والحرب الباردة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الآن يعني هذه الجوانب في هذه الحرب الباردة والتي قد تتحول لحرب ساخنة يعني في أي لحظة ليس بقرار استراتيجي من كلا الطرفين، وإنما بمجرد سوء التقدير أو بمجرد أخطاء يعني حتى فردية في من 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 الطرفين. ونحن رأينا منذ يومين أو ثلاثة يعني الاحتكاك الذي حدث بين الطائرة الصينية وطائرة التجسس الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، ونرى اليوم أيضا الاحتكاك الذي حدث في مضيق تايوان بين السفينة الصينية والسفينة الأمريكية. وبالتالي بالعودة إلى سؤالك سيدتي الكريمة، أن هل نرى في العقد القادم يعني تحول استراتيجي كبير؟ سنرى بداية تحول استراتيجي كبير. عادة وتاريخيا يعني يشهد التاريخ في مراحل عديدة بين سقوط امبراطوريات وصعود امبراطوريات أخرى، أو سقوط قوى عظمى وصعود قوى عظمى أخرى، مثل ما حدث مثلا مع الاتحاد السوفيتي في التسعينات. فنرى هذا الأمر يحدث بالتدريج ولا يحدث يعني فجأة بين عشية وضحاها مثل ما نقول. وبالتالي سنرى تغييرات جيو استراتيجية كبيرة جدا في العشر سنوات القادمة، لكن لن نرى سقوط مدوي للولايات المتحدة الأمريكية وانفراد الصين بالنفوذ الدولي مثل ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية إبان سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 91.